نقول مؤتمر حاشد من أهالي الزناقطة وحزب حماة وطن. بنقول لهم المؤتمر ده هو كلنا احنا بنؤيد ان احنا كل الناس تروح على صناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس عشان الانجازات اللي اتكلمنا عليها في المؤتمر، ونقول تحيا مصر تحيا مصر. وانا اسمها القمص هرمانيوس فريد، راعي كاتدرائية السيدة العذراء بالاقصر وامين عام مساعد لبيت العائله بالمحافظه الاقصر. محمود السيد محمد موسى اللقب محمود بسيوني، عضو بيت العائله المصريه ومدير عام منطقه وعد الاقصر سابقا. اهلا وسهلا بك. مرحبا. هتقول ايه النهارده في المؤتمر؟ نحن في هذا المؤتمر المقام بسم الله الرحمن الرحيم. أنا العمدة علاء إمام راجح، الأمين العام لحزب حماة الوطن بمحافظة الأقصر، وعضو هيئة مكتب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأقصر. النهاردة احنا عاملين بصفتي حزب حماة الوطن وبأمانة محافظة الأقصر، النهاردة عاملين مؤتمر حاشد لفخامة السيد الرئيس وتأييد السيد الرئيس. احنا مشينا في طريق هنكمله، احنا ورا السيد الرئيس، ورا فخامة السيد الرئيس في كل قراراته، واحنا بنأيد السيد الرئيس. والنهارده من صعيد مصر ومن اخر صعيد مصر بنقول للسيد الرئيس احنا معاك احنا وراك. حزب حماة الوطن جاهز بكل قواته وبكل اماناته وبكل رجاله وبكل اعضائه الى يوم الانتخابات، يوم العرس الكبير، يوم النجاح الكبير. للسيد الرئيس مش محتاجنا، احنا اللي محتاجين فخامة السيد الرئيس. واحنا بنأيد كل قرارات السيد الرئيس، وان شاء الله يوم 10 ويوم 11 ويوم 12 سوف تكون ملحمة تاريخية في محافظة الأقصر بتأييد فخامة السيد الرئيس. وبنقول اهو مشينا وراه، مشينا في طريق هنكمله، احنا وراك تحت قيادة حزب حماة الوطن. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. عادل سيد أحمد محمد، الزناقطة، جايين نأيد ونبارك لسيادة الرئيس دورة انتخابية جديدة، وشيء مشرف من أمانة المحافظة لحزب حماة الوطن، وكلنا دعم للرئيس على الإنجازات اللي احنا شايفينها والأمن والأمان والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أحمد مصطفى أبو الحمد من قرية الزناقطة. طبعا التنظيم كان حاجة مشرفة تأييدا للسيد عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية. هذا الرجل إن قلنا أنه رجل السلام في المنطقة على ما بذله هذه الأيام بالنسبة لموقف إخواننا في غزة، فكل الامتنان لسيادته. فطبعا هو يعني قدم صورة مصر في أبهى صورها على مستوى العالم، وكان له باع طويل فيما تم اليوم من فك الحصار عن أهلنا في غزة، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله، ونحن خلفه بكل قوانا إلى أن يعود لنا كما كان رئيسا لجمهورية مصر العربية. فكل التوفيق وكل التوفيق للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشكرا. النهارده احنا مبسوطين بالناس اللي حضرت في مؤتمر تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنشكر كل الناس، الناس حاسه بالمسؤوليه وعارفه ان الرئيس السيسي كد المسؤوليه بالانجازات اللي عملها، بالحفاظ على مقدرات الشعب المصري، بالحفاظ على ارض مصر، بكل التحديات اللي حوالينا في الجوانب العالميه. قدرنا نطلع من الازمه ان شاء الله على خير، مستمرين ان شاء الله في دعم سياده الرئيس لولايه ثانيه وثالثه ورابعه وخامسه. احنا بنقول لسياده الرئيس احنا وراك ومعاك وقدامك، واهل مصر ما بينسوش اللي بيعمل معاهم خير، وانت وقفت معانا في الاوقات الصعبه. شعب مصر كان بيمر بازمه عصيبه، الرئيس السيسي كان كد المسؤوليه، فالحمد لله ولله الحمد ان احنا عندنا رئيس وطني شريف قادر على حمايه الوطن والحفاظ على مقدراته برغم الظروف الصعبة اللي بنمر بيها. لكن بنقول إن شاء الله الفترات الصعبة بتعدي والأمور كلها بتمشي إن شاء الله في صالحنا، والحمد لله إن احنا عندنا رئيس عنده رؤية صاقبة لكل ما يدور حوله، والحمد لله إن احنا عندنا أجهزة أمنية وعندنا مؤسسات الدولة قوية قادرة على حماية أرض مصر والحفاظ على أرضها.